حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أعلنت وزارة التخطيط عن ارتفاع معدل التضخم بمعدل 3.4% خلال شهر أيار الماضي. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية رصدت هذا الارتفاع خلال رصدها الرقمي لحركة الأسعار في الأسواق العراقية في جميع المحافظات. وأضاف الهنداوي أن معدل الارتفاع المسجل جاء بالمقارنة مع معدل التضخم المسجل خلال شهر نيسان الذي سبق شهر أيار. قال المستشار في شؤون النفط بكردستان العراق كوفند شيرواني، قال إن حجم الخسائر المالية جراء توقف صادرات النفط في كردستان العراق تتجاوز 800 مليون دولار شهريا. وقال شيرواني إذا اعتبرنا توقف تصدير 400 ألف برميل يوميا وبسعر النفط في الموازنة 70 دولار للبرميل الواحد فإن خسائر توقف التصدير تتجاوز الرقم المذكور شهريا، مضيفا أنه لمدة 15 شهرا فإن خسائر عدم التصدير تقترب من 13 مليار دولار وهو مبلغ كبير جدا أضر بموازنة الدولة كون تصدير نفط كردستان العراق أصبح بيد حكومة بغداد. بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار خلال شهر حزيران أكثر من 4 مليارات دولار أمريكية. وباع البنك المركزي خلال شهر حزيران في الأيام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 4,438,744,273 دولارا، وبمعدل يومي بلغ 295,916,284 دولارا، مضيفا أن مبيعات الحوالات الخارجية بلغت خلال الشهر الماضي 4,050,289,273 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 90% مقارنة بالمبيعات النقدية. قالت النائبة زهرة البجاري قالت إن الحظر الأوروبي على الطيران العراقي ما زال قائما وإن فك هذا الحظر سيجني للعراق موردا اقتصاديا مهما. وأضافت النائبة أن الخطوط الجوية العراقية تعاني من خلل كبير في الإدارة مشيرة إلى عدم قيام سلطة الطيران بمتطلبات المنظمة الدولية للطيران يجعل الحظر قائما على العراق. حملت سلطة الطيران والخطوط الجوية العراقية مسؤولية الحظر المفروض على الطيران العراقي في الأجواء الأوروبية. أعلنت غرفة التجارة الأردنية أن العراق جاء في مقدمة الدول المستوردة للبضائع التجارية من الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي 2024 وهو العام الثالث تواليًا. وأوضحت الغرفة أن العراق تصدر قائمة الدول العربية المستوردة من الأردن من حيث قيمة السلع المستوردة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت قيمة الواردات 313 مليون دينار أردني، تليه سويسرا ومصر بواقع 50 مليون دينار أردني لكل منهما، ثم السعودية ب 49 مليون دينار، وأخيرا الإمارات ب 48 مليون دينار. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.